يعني في هنا العديد من الأسباب اللي جعلتنا نقبل الدعوة لنكون هون. أول شيء هي جهة تكريم، جهة محترمة، جهة نحن سعيدين أن نكون بيناتهم هون حاليا. الجالية العربية بأمريكا جالية فعلا على مستوى بيرفع الرأس مثل ما بيقولوا، يعني نحن سعيدين أن نكون هون. فبالتالي الطبيعي انه نكون ما بين هيك اناس فعلا راقيين، فعلا مستوى العرب الموجودين في امريكا من اطباء ومهندسين واصحاب رجال اعمال هم يعني يشرفون الجاليه العربيه. ونتمنى يكون ايضا هناك تنظيم اكثر لهذه الجاليه بحيث ان تكون متوحده اكثر، بمعنى ان تكون قوه فعاله اكثر في المجتمع الامريكي باليونايتد ستيتس. جهود كبيرة مبذولة من قبلهم. مبارح التكريم صار، أنا حاليا عندي جولة بأكثر من ولاية أمريكية، رح يكون سيكون هناك تكريم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. يعني في شيء بنقول لهم فعلا شكرا، فعلا كنا متصورين انه بذلنا جهود كبيره اثناء تصوير العمل واثناء البحث واثناء تقديمنا للشخصيات التي نعمل عليها، ولكن وقت بيشوف الوحده المحبه الاكبر بنعرف انه شو ما بذلنا هو اقل مما تستحق هذه المحبه الكبيره وهذا الجمهور الرائع.